احنا ما اتولدناش وحشين، وما حدش فينا اتولد بيعمل حاجه غلط. كنا اتولدنا كويسين، وكنا اتولدنا ما نعرفش اصلا اي حاجه. المجتمع فرض علينا حاجات كتير، فالمجتمع برضه هو اللي لازم يدينا فرصه تانية. انا طبيعتي اصلا مهتمه بالشغل على المراه، بشتغل من وانا صغيره جدا على مساعده ستات بشكل عام، يعني لحد ما اتنشات المؤسسه سنه 2000. فعملت حاجتين عشان بس اسمع ايه هي مشاكل الستات في منطقه عشوائيه فقيره زي عزبه الهجان. عملت مركز استماع ومركز مساعده قانونيه، ورد علينا كل انواع المشاكل اللي بيتعرضوا لها الستات في المنطقه دي. لقيت ستات جاية عندهم أطفال مجهولين نسب، لقيت ستات متجوزة عرفي مش قادرة تثبت حاجة، لقيت ستات بتشتغل في تجارة الجنس. لما لقيت ده حصل وبقيت مهتمة قوي بالموضوع وعمالة أكتب فيه أفكار وأقول إن أنا عايزة أوصل لهم وأوصل لأماكن تجمعاتهم وأشوف ناس تعرف تشتغل معاهم وأشوف إيه هي مشاكلهم وأعمل دراسة كيفية على ظروفهم وأحوالهم، طب مين هيساعدني على الكلام ده؟ فضلت ادور وابحث لحد ما لقيت في حاجه اسمها اشوكا، منظمه اشوكا. اشوكا بتشتغل على فكره المبدع الاجتماعي، اللي هو انت تكون في مجتمع ما فيش حد اشتغل على الفكره دي ابدا قبل كده وبيدعمك في الجزء ده. وخدت فعلا زماله اشوكا وكان الموضوع ناجح جدا في حين ما كانش حد بيتكلم على الموضوع ده خالص. بعد ما عملنا الكلام ده كله لقيت ان اليو ان ايدز داخلين وقالوا احنا عايزين نشتغل معاكي في موضوع العلاقة بمكافحة الإيدز. بسطت قوي ان انا لقيت يعني جهة دعمة هتقومني كمان واشتغل على الموضوع. عملنا فعلا دراسة كيفية، الكلام ده كان سنة 2006، كان فيها 23 بنت وسبع وسطاء. سبع وسطاء اللي هو زي سواق التاكسي، بواب العمارة، لقينا انه البنات عندهم مشاكل كتيرة قوي، عندهم أواضي، عندهم مشاكل قانونية، عندهم مشاكل صحية، عندهم مشاكل نفسية، ما عندهمش بيت مأوى. كل ده جاي منين؟ جاي من فقر، جاي من زنا محارم، جاي من تفكك أسري، جاي من مخدرات، جاي من حاجات مختلفة. فابتدينا بناء على الدراسة دي نعمل التدخلات. هو احنا عندنا فريق عمل ميداني اللي هم الاوتريتش وركرز، هم بينزلوا اماكن معينه حسب خريطه معموله من زمان خالص خالص من ساعه ما ابتدينا البروجكت، الاماكن اللي بتواجد فيها البنات. بدات هنا في المؤسسه كباحثه ميدانيه، ابتدينا ان احنا ناخد تدريبات في الاتصال والتواصل، ابتدينا نعمل خرائط بالنسبه للاماكن، فابتدينا الاول ننزل نعمل استكشاف للاماكن، نشوف الاماكن الموجوده فيها الفئه بتاعتنا سواء في البارات او في الكافيهات. الاماكن دي بيبقى لها معايير معينه، بنحاول اقصى درجه نلتزم بالمعايير دي. لازم مثلا فكره الامان، لان المكان ما ينفعش مثلا يحصل لهم مشاكل، يعني الاوتريتش نفسه. وبعد كده ابتدينا ان احنا بقى نبتدي بقى نكلم البنت في او المستفيده في الكافيه، فابتدينا ان احنا ندخل الكافيه في مواعيد العمل الموجوده فيها البنت، فبنبتدي ان احنا نقعد معاها، نبتدي ان احنا نتكلم على خدمات المؤسسه سواء خدمه نفسيه او قانونيه، او عندنا معمل تحاليل وعندنا دكتور نسال الحاجات دي، وعلى حسب سهوله الموضوع بيبتدوا يتكلموا معاها عن الاتش اي في، يعرفوا معلوماتها دواء التوعيه ويعرفوها بالدروب ان سنتر بالخدمات اللي بتتقدم فيها. انا بستقبل البنت لاول مره، بقعد معاها بسالها اسئله كتيره خاصه بمشاكلها وخاصه بالعنف اللي تعرضت له وظروفها عامله ازاي، وهي مسؤوله عن حياتها دلوقتي، هي اللي بتصرف ولا مين اللي بيصرف. فانا بكتشف ده، وبعد كده بعمل معاها جلسات متابعه وبعمل لها خطه شخصيه. الخطه الشخصيه دي بتبقى مبنيه على كذا حاجه، المعلومات اللي هي واخداها عنها، هي خلاص فاهمه هي بتعمل ايه، بتشتغل ايه تاني او ما بتشتغلش ايه تاني، البنت نفسها عايزه ايه وايه اللي موجود عندها دلوقتي. بشوف ايه هي مهارات البنت وبشوف ايه هي اهدافها، بناء عليه بدخلها المشروع التمكين اللي هو فيه الورش التعليميه اللي بنعلمها للبنات.
وبتبتدي بقى هي ساعتها تتكلم مع البنت عشان يتفقوا يوصلوا ايه، لا احنا صح انت البرايورتي بتاعتك دي صح او غلط، لا طب محتاجين ناخرها شويه، طب ايه رايك مثلا نشوف كذا، انت بتعرفي تعملي كذا، طب احنا محتاجين نعلم يعني مثلا لازم تخشي مثلا محو اميه الاول عشان تعرفي، يعني بنشوف ايه الحاجات اللي بنعملها اذا ممكن اصلا نعملها حاجه مش موجوده عندنا خالص ممكن نحولها على جمعيه تانية. فكرة الشغل مع البنات في المكان هنا مستوحاة من البروجرام بتاع الـ NA. تمام؟ أول حاجة لازم أحاول شوية أخليهم يثقوا فيا وأديهم حتة إن أنا كمان واثقة فيكم، أنا مش دكتورة ولا جاية أعلمكم الفضيلة خالص. تاني حاجة بشتغل فيها إن هم يحددوا إيه هي المشكلة، بعدين يعترفوا إن دي مشكلة، بعدين يشوفوا خسائر المشكلة أو خسائر الاتيتيود. بنشتغل على البني آدم في اللحظة في مكوناته دلوقتي، مشاعره، أحاسيسه، أفكاره، تعاملاته في المجموعة. ده خلانا أولاً بنبتدي نكسر العزلة، بعد شوية الناس بتبتدي تتجرأ وتشارك بعض في مشاكلها وبالتالي ما يبقاش كل واحد قاعد ايه بصندوق الأسود بتاعه ده اللي مش عارف يعمل فيه حاجة ومحتاس فيه، يبتدي يبقى فيه نوع من المشاركة. بعد كده بنبتدي نشوف بقى الحاجات دورها ايه، دورها ايه في اللي فات ودورها ايه في اللي جاي، دورها ايه في كل الحاجات اللي هي شايفاها كان ليها تأثير وحش على حياتها، ودورها ايه ازاي نعدل الدور ده وتبتدي تعيش حياتها. تبتدي الناس دي بدل ما كل واحد عايش في دولة دماغه الخاصة في الضلمة يبتدي يبقى عنده مكان يقدر ينفتح فيه. الانفتاح ده ممكن يخليه يعدل حاجات، يتنور برؤى أخرى، بيخلي روح المجموعة دي بتتحول إلى زي ما يكون المكان الآمن اللي أنا باجي فيه أطمن، اللي أنا باجي فيه أقدر أتكلم وبالتالي ممكن أسمع. وفي حكاية القبول الغير مشروط، فأنا بقول وبالتالي ممكن أتقبل. فالروح دي هما محتاجينها جدا وبتفرق جدا في تعديلهم وتطويرهم. فهو الفكرة المتوازنة انه انا قبلك وانا عارف انك في محنة بس انت مسؤول تحل معي. انا مثلا البنات لما بتجيلي بتبقى عندها قلق كبير جدا ان هي عندها قواضي، فتبقى وهي ماشية بتقبض عليها لانها بتكشف بيبقى عندها قضايا، فانا بقول لها لا دي حلها بسيط وبسهلها الموضوع ان احنا لو عملنا استئناف او اترفعنا في الموضوع ان احنا نحله لك، وده انا بعمله. فبتحس باختلاف في حياتها، ان هي واحده كانت طول الوقت مسجله وشايفه ان هي ممكن تتحبس، وحتى سلوكها كان بيبقى بناء ان هي هتتحبس، يعني خلاص انا كده كده في الاخر هتحبس. فلما بتيجي عندي انا بعرف ان انا اقدر احل المشاكل دي، مش بالكلام طبعا، لما بنزل وبعمل لها اترافع عنها وتحس ان انا بجيب لها براءات في القواضي بتاعتها، فده بيغير من حياتها جزء كبير، ان هي بعد ما كانت حد شايف ان ممكن تعيش في اي وقت فاحنا سهلنا لها ده. احنا عندنا في المؤسسه الجزء بتاع التمكين دوت فاللي هو تدريب الورش، فطبعا احنا برضو يعني مش بنعلمهم الورشه بس، احنا بنوصل لحد ان هم في حد بيدربهم على الورش، بعد كده انا بستكمل لهم اوراق الورش، يعني بسجلهم في النقابات، بنعمل لهم كارنيهات في النقابات. الهدف من النقابه دوت او الرابطه دي ان انا النقابه دي لما بسجلها فيها ان هي لما بتتم السن معين بيبقى لها معاش، معاش ضعيف لان هو اساسا اشتراك النقابه مش كبير، بس هي بتبقى شايفه حاسه بالامان ان هي لما تتم 60 سنه هيبقى عندها هدف ان هي في معاش ليها او تقدر تاخد علاج من النقابه دي. لما حتى بنيجي نوديها اي مكان عشان تشتغل فبنبقى عاملين لها فيش، فطبعا ده بيسهل عليها انها تقدر تشتغل، والفيش ما بنطلعوش غير لما نكون خلصنا القضايا اللي عليها، فده بيغير برده من سلوكها او بيديها حاجه من الامان، هي بتحس بالطمانينه، فانا بساعدها ان هي تغير من حياتها، فبديها امل. الامل بيكبر تدريجيا لما بترفع عنها وبجيب لها شهاده بالبراءه وبطلع لها فيش وبشغلها وبسجلها في نقابه، فبتغير من سلوكها كله، يعني بغير لها من سلوكها كله. وبعدين احنا برضو كانت من الحاجات اللي احنا بنعملها كوحده قانونيه ان انت البنت لو حتى يعني حصل وخدوها مثلا في اي وقت احنا بننزل معاها في النيابه، بننزل نشوفها في القسم، عرفناها من التدريبات او الوعي القانوني احنا ان ازاي تطلبي حقوق، ازاي ما تخشيش الاسم وتمضي على اي حاجه، ازاي تقول لازم يبقى معايا محامي، الحاجات دي ما كانتش عندهم. انا بقدم مشوره قبليه ومشوره بعديه، والمشوره القبليه دي ده فحص عن فيروس الايدز بيدخل للشخص
وبعمل معاه مشوره قبليه، بشوف وعي وواصل لحد فين عن فيروس الايدز، وبشوف تعليمه واصل لحد فين، وبشوف سلوكياته، وببدا اعمل له التحليل، وبعد التحليل عشان ابلغه النتيجه بعمل معاه المشوره البعديه. معمل المؤسسة بيقدم خدمة كويسة جدا لكل المترددات على المكان في مشروع التمكين الاقتصادي للنساء المهمشات، حيث ان احنا بنقوم بعمل تحليل فيروسات كاملة اللي هي فيروس التهاب الكبد الوبائي، فيروس سي وفيروس بي وفيروس اتش اي في، لان الفئة ديت هي اكثر الفئات عرضة لفيروس اتش اي في. كمان بنعمل حاجة اسمها الأمراض المنقولة جنسيا، الأمراض المنقولة جنسيا اللي هي sexual transmitted diseases، الأمراض المنقولة جنسيا عن طريق الجنس، اللي هي زي الكلاميديا، الهيربس تنسولي، الترايكومونس فاجينالس، السيلان الزهري، كل دي بنقدر ان احنا نعمل استكشاف لايه الأمراض ديت ونحددها عن طريق الموجود الإمكانيات الموجودة في المرض. بلغوا النتيجة، وفي حالة لو طلعت إيجابية بفهمه يعمل ايه، واحنا من خلال طبعا يعني مساعدتنا ليه، ولو طلعت سلبيه يفضل يحافظ على السلبي ده ازاي. وبعد كده لو طلعت النتيجه ايجابيه بناخد العينه وبنوديها المعامل المركزيه، وبتطلع نتيجه تانية بعد اسبوع اللي هي النتيجه التاكيديه، وببدا ابلغ الشخص ان هو يجي لنا تاني المركز، وبعد كده باخده وبنروح المعامل المركزيه في منتهى السريه، وبيعملوا له تحليل لقياس جهاز المناعه عشان بيشوفوا الشخص محتاج علاج ولا لا، وبعد كده بيفضل بيتابع معاهم كل 3 شهور، ولو احتاج علاج بيصرفوا له العلاج كل شهر، بيبدا يصرفه وانا بصرفه معاه اول مره، وهو بيبدا يصرفه بعد كده الشخص لوحده. انا جيت من 10 سنين وانا صغيره، جيت هنا كان عندي بتاع 7 سنين ولا 8 سنين حاجه زي كده، مش فاكره عشان مش متعلمه. خدت خدمه طبيه نفسيا، ولما حملت في ميسون خدت طبيا برضو في اللي هو الدكتور النساء وكده، كنت بكشف نساء كتير وكده، وتعلمت محمي اميه، تعلمت هنا كوافير برضو، خدت خدمه كوافير عشان انا نفسي اعمل مشروع كوافير، فخدت الخدمه دي. اول ما جيت هنا ما كنتش اعرف اهلي، كنت سايباهم وانا صغيره، فلما جيت هنا هم دوروا لي على اهلي معايا، ان انا ما عنديش شهاده ميلاد خالص، فخدت برضو خدمه قانونيه ان هم بيطلعوا لي في شهاده الميلاد، ودوروا على اهلي ووصلوني لاختي وكده. بتحس ان انت مش لوحدك، لا ده في حد برضو معاكي في مشاكل، وان انت مش لوحدك. غير لما اكون بحس ان انا الاول كنت بحس ان انا لوحدي، ان انا الوحيده اللي عندي مشكله، لما بنبقى جروب بحس لا ده في ده ممكن مشكله خفيفه بسيطه عني، بس بحس ان في مشكله واني مش لوحدي في الدنيا عندي مشاكل، فدي اكتر حاجه بسطتني في الجروب. كنت عايزه افوق، ان انا ببقى تعبانه من اللي جوايا. لا بعمل حاجات كتير، انا بحس ان المؤسسه دي بيتي التاني، دي اكنها بيتي التاني. انا ما برتاح، المكان الوحيد اللي برتاح فيه هو المكان ده، حتى لما بكون تعبانه وعندي مشاكل ما باجي هنا برتاح نفسيا، بحس ان انا مبسوطه. انا اتغيرت في نفسيا، بقيت حابه ان انا اعمل حاجه، اعمل حاجه يعني احس ان انا بنتي ناجحه، بناتي ناجحه. بفرح جدا ان انا عملت حاجه، يعني بنتي لما نجحت وحسيت ان انا اللي نجحت مش هي، ما خدتش الشهاده الثانيه دي، حسيت ان انا بنيت عماره ومش عملت فلوس، دي احسن من الفلوس. كل ما حاجه بتنجح في حياتي ببقى سعيده، يعني ان انا ليا هدف ان انا اعمل حاجه، حسيت نفسيا من جوايا ان انا مرتاحه نفسيا، بقيت اعرف انام عن الاول. يعني انا الاول ما كنتش بعرف انام، دلوقتي انا بقيت يعني كل مدى انام، بنام وانا مرتاحه. حسيت ان انا بقيت شخصية تانية غير الشخصية اللي كانت ملهاش هدف تافهة بمعنى أصح. الموضوع لو انت بتشتغل على هدف كبير قوي اسمه الحد من انتشار الإيدز، لازم تشيل من على الناس المشاكل والأعباء اللي عليهم عشان تقدر تطلب منها واجب، يعني تقدر تقول لها ما تعمليش كذا، انها مثلا عايزة تبطل بس ما عندهاش فرصة تانية، هي محتاجه بس مش حدش عارف يشاور لها ايه امكانياتها، ايه قدراتها، انه حد يقول لها انت
اشطر حاجه فيها انت ايه تقدري تعملي ايه. فدي كلها حاجات بتضطرها انها تعمل حاجات هي مش عايزاها، لانه من خلال برضو الدراسات والحاجات اللي احنا عملناها نسبه كبيره جدا مش راضيه عن اللي بيحصل، ولكن هي تعرضت لمشاكل نفسيه كتير جدا، وبناء على ده هي مكمله في الطريق. انا مدرسه محو اميه، بتعامل مع الصغير والكبير، مفيش سن معين مرتبطه بيه. بدرس منهج اتعلم اتنور، ده من هيئه تعليم الكبار للمحو الاميه. المفروض الفتره المقرره ليا هي 6 شهور، ولو المستوى يعني اضعف شويه ليا ان انا اطول في الفتره 3 شهور. المنهج اللي انا بشتغل بيه هو عربي وحساب، مش اكتر من كده. ده بتبقى طريقه مبسطه تماما عن اللي بيدرس في المدرسه، وده بيعادل الشهاده الابتدائيه. التحقت انا بالشغل هنا من 2 سنين بالظبط يعني، فدخلت في خلال السنتين دول 3 دورات. الدوره بسم الله ما شاء الله يعني البنات فيها كانوا مستعبين جدا، كانوا بيحبوا الحضور معايا قوي، وده يعني بيعتمد مبدئيا على حب المدرس. لو حب المدرس هيعرف يجي ويشتغل معاه، ويبقى فيه نشاط ويبقى فيه حيويه معاه جدا في الفصل. اول ما جيت اشتغلت باحثه ميدانيه، وبعد كده اشتغلت مقدمه تثقيف صحي ومقدمه مشوره. بقدم مواد مختلفه عن الصحه الانجابيه، عن الثقافه الجنسيه، عن فيروسات اتش اي في وسي وبي، وازاي تربيه وازاي نتعامل مع الابناء والاطفال. فببدا افهمهم ايه هو التثقيف الصحي ده، وببدا احضر لهم المواد، وكمان يعني باخد منهم اقتراحات ايه المواد اللي هم عايزين كمان يفهموها. في كتير بيقولوا لي احنا مش فاهمين مثلا نتعامل ازاي مع ازواجنا في البيت، مش عارفين ازاي ان احنا نتعامل مع اطفالنا. فببتدي احضر مواد وببدا اتناقش معاهم فيها. في كتير بيقولوا لي احنا عايزين نتفرج على فيلم ونتناقش من خلال الفيلم ده، بدأته برضو اعمله معاهم عن افلام الكرتون. برضو احنا بنعمل تدريب قرائن مرتين في السنة، بنختار مجموعة معينة من البنات بيكون عندهم مهارات معينة، يكون شخصيتهم قوية، يكون عندهم اتصال والتواصل كويس، ويقدروا يوصلوا لأقرانهم في الأماكن، وهي ازاي تقدر توصل لأصدقائها في المهنة ان هم يقدروا يحموا نفسهم ويوصلوا لغيرهم. أنا مسؤولة عن الورش الفنية داخل المشروع. هدف الورش ديت إن إحنا بنقلل المخاطر اللي بيتعرض ليها الأطفال، وخصوصاً إن هما موجودين في أسر ليها ظروف خاصة، بالإضافة إن إحنا بنخلق لهم مساحة يعبروا عن نفسهم أكتر، بنعدل ونقوم في سلوكهم من خلال أنشطة كتيرة بنعملها معهم، سواء أنشطة فنية أو أنشطة رياضية أو حلقات توعية. عملنا معهم حلقات توعية كتيرة عن التحرش الجنسي وعن العناية النظافة والعناية الشخصية، وده إزاي بيأثر على إن هو يقلل من مخاطر الأمراض اللي بتعرضوا لها. هو في بداية الورش إحنا جينا كان 4 أفراد، 4 أطفال، فبالنسبة لي العدد قليل جدا بان انا اقعد اعمل ورشة كاملة، ومع ذلك استمريت في الورشة. تاني مرة بقوا 8، تالت مرة بقوا 17 على طول. استمرينا بقى بين 17 و15 دي كذا حلقة. ده كان راجع لصدى أولياء الأمور لبعضهم. الأمهات كانوا بيبلغوا بعض إن في ورشة والأطفال مبسوطين، وقد إيه هم انبسطوا، وعرفناهم إحنا بنعمل إيه جوه الورش دي وقد إيه هيغير معاكم. فبدأوا يجوا، فلدرجة إن هم بقوا يسألوا عليها، يعني لما يحصل في ظروف والورشة تتأجل أو حاجة فتلاقي إن في هم بيسألوا عليها. أنا دوري في المؤسسة إن أنا بعمل تدريب للبنات على يعني الأعمال اليدوية اللي هي الشغل الهاند ميد الاكسسوار. بعرفهم إيه الخامات اللي ممكن يستخدموها، إزاي بيشتروا الخامات دي، إزاي يحسبوا تكلفة الحاجة. ببدأ معهم طبعاً في الأول بحاجات خفيفة جداً اللي هي ما بتاخدش مجهود، ما بتاخدش وقت. هما في الاول بيبقوا داخلين خايفين ان هما مش هيعرفوا يتعلموا في الاكسسوار، ان لما بتتعلم المنتج هو ما بياخدش وقت 10 دقايق، فبتلاقي نفسها بتنتج في نفس اليوم اللي بتتعلم فيه المنتج، وبتنتج كتير. يعني بعلمها حلق فبتلاقيها مثلا عامله 10 15
في حته مثلا في الوقت اللي هي قعدت فيه ساعتين بتوع الورشه، فهي بتبقى مستغربه ازاي انا اتعلمت كده، ازاي ابتديت انتج، انا بقيت ابتديت انتج فعلا. ولما بتاخد شغل في البيت وبتبتدي تعمل بقى الكلام ده، هي بتبقى حابه قوي لما بيلاقوها صحابها بتشتغل الكلام ده وبيبقوا عايزين يشتروا، وبتبتدي تيجي تسالني انا في ناس عايزه تشتري مني، طب انا احسب الكلام ده، طب انا ابيع. بلاقي في بنات فعلا ابتدوا من تاني تالت ورشه، هم ابتدوا بمصروفهم ينزلوا يجيبوا خامات، شويه خامات صغيرين، ويبتدوا يشتغلوا ويبيعوا. لا بلاقي استجابه بصراحه. بص انا شايفه ان اي حد بياخد خطوه وبيحاول يتعلم حاجه يستحق الفرصه. ليه لا؟ ليه ما اديهاش فرصه؟ ايا كانت تصنيفها في المجتمع ايه، وايا كانت من اي فئه، في وصمه للفئه، يعني الفئه دي، وفي ناس حاكمه ان الفئه دي ما تستاهلش الكلام ده. ماشي، هم موجودين، انت دورك ايه عشان تغيرهم؟ لو هم عايزين يتغيروا يعني ليه لا؟ هنديهم فرصه، ليه لا؟ في فرق ما تشتغلي في كوافير في محل وانك تشتغلي مدربه، فيها فرق في النفسيه. انت لما تشتغلي في محل مش بتاخدي كل اللي انت عايزاه، مش هتقدري تشتغلي كل الشغل اللي انت عايزه تشتغليه. يعني ممكن صاحب المحل ما يخليكيش تشتغلي تعملي ميك اب، ما يخليكيش تعملي شعر، لمجرد ان هم زباينه فهم هو بس اللي بيعمله. لكن انت في الورشه انت بتدربي، فبتحسي ان ما في يعني في المحل في احباط على طول، مخليين في احباط في مهاراتك، حتى لو انت عندك حاجه مش عارفه تطلعيها. لكن في الورشه انت حتى لو عندك حاجه قد كده، الناس قد ايه ما هي مصدقاكي ومبسوطه بيكي وعايزه تبقى زيك، بيخليكي تدوري على اللي يخليكي احسن عشان تفضلي عند حسن ظنهم وحسن ظن الناس اللي خليتك اصلا تدربي. فده بيفرق برضو معايا. بصي ممكن اقول لك باختصار، الشهاب نقله في حياتي. في الاول انا جيت هنا واتعرض عليا موضوع ان انا ادخل في محو الاميه وادخل ورشه كوافير. بصراحه الموضوع بالنسبه لي في الاول ما كانش، يعني ما كنتش حاسه ان هو هيفيدني قوي، بس لما بدات ودخلت ورشه كوافير لقيت ان في كمان، انا كنت عارفه الحاجات وفي حاجات كتير كانت واقعه مني، فما اتمرنت عليها حسيت نفسي بقت احسن بكتير. بسطت من جوايا، حسيت ان انا نطيت، عارفه انت من حد كده لحد بقى كده، حسيت الاحساس ده وحبيت بقى انميه جوايا، ان انا بقى افضل اكبر الاحساس ده عشان انا حسيت بكياني كده، ان انا بقى ليا شخصيه وليا، مش الورشه بس اللي حسيتني ده، لا الدعم النفسي، التثقيف الصحي. عمري ما كنت اعرف اصلا يعني ايه ان انا اخلي بالي عشان الفيروس دي او عشان الايدز او عشان، كنتش عارف اي حاجه. تقريبا دلوقتي عندي معلومات ممكن تكون ناس في الجامعه مش عارفين عنها حاجه. بقى عندي اصرار، الحاجه اللي انا عايزاها لا انا هوصل لها، ومش لازم يعني. اول كنت حاطه كده لنفسي معايير معينه، لا ده انا لازم عشان افتح مشروع يبقى معايا فلوس كتيره، ولازم الاقي حد يديني الفلوس دي. فانا لقيت ان لا، مش لازم المشروع يبقى فلوس كتيره، ممكن بحاجات صغيره جدا وتبداي ولوحدك. يعني برده ما كلمتني شيرين ان انا هدرب الناس في الهافوي، برده ما خدتش الموضوع بان انا هدرب بجد. هدرب ايه يعني؟ هو انا هعرف ادرب؟ هو انا هعرف؟ لا انا مش هعرف. هو ما روحت هناك متوتره ومش وخايفه جدا، واحده بقى عماله اعمل كده، طب انا اقول لهم مين؟ طب انا يعني حتى اعرفه مع نفسي ازاي؟ انت كنت لسه امبارح بتتدربي. فاول ما وقفت كده وقلت انا هاله وجايه ادربكم ومش عارفه ايه، فحسيت اني احساس بقى عارفه يعني احساس تاني خالص. اي حد في الدنيا انه بيعمل فعل معين حتى لو هو مرفوض من المجتمع، ما ينفعش ابدا انه يتمنع عنه بقيه الحاجات، لا هو من حقه، لان ممكن يعني طول ما احنا عايشين يعني لسه في فرصه ان احنا نتغير. الناحيه الثانيه الصالح بتاع المجتمع كله دلوقتي، في حاجه اسمها فئات اكتر عرضه. الفئات الاكتر عرضه دول فرصتهم اكتر في ان هم يجي لهم HIV، وبالضروره ينقلوا HIV.
يعني فكرة ان احنا فرصتنا وحظنا كويس في مصر دلوقتي ان الـ HIV لسه ما وصلش لمرحلة وباء، على العكس هو معدل انتشاره قليل جدا جدا، خصوصا ان دلوقتي مثلا الحالات اللي بتاخد علاج HIV او حاجة الحكومة بتديها لها فور فري، تعمل لهم التحاليل فور فري، كل حاجة مجانية. لو العدد كبر مش هيقدروا يعملوا لهم ده، وهيقعد بقى خلاص نخش في مرحلة ان هو بيكتر ويكتر ويكتر ونوصل مرحلة مش هنعرف نسيطر عليها. انا شايفة انه لازم نتوسع، بمعنى انا دلوقتي شغالة في القاهرة بس، فلازم تتوسع في المحافظات، لازم نشتغل بطرق اوتريتش مختلفة عشان نقدر نوفر في الميزانيات، لانه مش كل الناس هتقدر تديك كل الفلوس دي. يعني انا رأيي انه موضوع مراكز الاستماع في الاماكن العشوائية والفقيرة والمهمشة وكذا تزيد، وتبقى الناس بتاخد الخدمة جوه المكان من غير ما تقول انا ايه ولا مين ولا كذا، انك تبقى مدرب مراكز الاستماع اللي موجودة. انه كمان لازم الدولة نفسها تتبنى القضية اكتر من كده. ما عندناش المشكلة الكبيرة انه الانتشار كتير، بس الكيرف عالي في الخطورة عشان قلة الوعي، عشان المشاكل، عشان الانتهاكات، عشان كذا. ففي المشكلة موجودة، لازم يبقى عندك استراتيجية اقوى من كده. يعني لو الصحة